بنجرحب مع المركز الأول، مع الصدارة، مع المقدمة، ولكن لبة لمنصور بن سعيد بن محمد بن سالمين يتقدم، ولكن أيضا يا سلام يصل بن قريع، يصل يتقدم بن قريع في هذه اللحظات، يصل هنا الإمبراطور يتقدم في هذه اللحظة مع المستشارة عبد الله بن علي بن حمد بن علي بن قريع يتقدم مع المركز الثاني، ولكن المقدمة مع بنجرحب مع صدارة هذا الشوط مع الناموس الأول. بن قريع يحاول على المركز الثاني، اللحظات الأخيرة، المية متر الأخيرة، مع بنجرحب ولا مع بن قريع؟ مع بن قريع ولا مع بنجرحب؟ اللحظات الأخيرة، يا سلام يا سلام، الناموس مع بن قريع. وصلوا هالطلايب، يصل في هذه اللحظات ابن قريع، نعم الامبراطور، ناموس الشوط الاول الرئيسي للبكار مع هذا الشعار، وها هو ايضا يتسلل في هذه اللحظة، يا سلام، أيضا المستشار، شاهدنا المستشارة، ولكن شوف المركز الثاني ولا الأول، المركز الأول معاك يا المستشار، مع بن قريع، المركز الثاني، المحاولات من سناس، عبد الله الرومي على المركز الثاني، ولكن سلام يا بن قريع، سلام يا راعي المستشارة ويا راعي المستشار، سلامنا وتحياتنا لك يا بن قريع على فوز المستشار. نيابة قادمة مع المركز الثاني، ولكن أتابع اللي غير الجبار حمد بن سعيد بن دهمة بن غرينيق على الصدارة على البداية، بن دهمة بن ضرمان، اللحظات الأخيرة ما بين الأبطال ما بين العمالقة، أتابع القادمة فتنة المريخي قادم، لكن بن ضرمان مع الأمان، مع الانتصار، مع المية متر الأخيرة، الأمتار الأخيرة الخطيرة، راعية العوايد ما تخلي عوايدها أبدا، مشكور بن ضرمان، مشكور من قدم لنا نيابة محمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان. دار النعيمي على المركزين الاول والثاني، الجمليه، السلامات في هذا المساء تحمل على ظهر رشيد الى ابناء الجمليه، مع المضمر المحنك، مع المضمر العجيب مسفر بن علي بن عبيد بن راشد السنوري، يا سلام يا ابو راشد، يا ابو علي، مسفر بن علي بن عبيد بن راشد السناري يحضر حضور الاقوياء، ولكن القادم الاسماء قادمه، الشعارات واصله، هنا مديون وهنا ايضا، ايها الاخوه الكرام، شاهين مديون، رشيد يا سلام، ولكن سواها راعي شاهين عند اخر الامتار، قلب موازين هذا الشوط راسا على عقب. محمد لكن يا باي زاهيها مع المركز الاول، مع الصداره عبد الله بن جر الله بن علي النابت المري، ثاني المراكز بن هدوان، وثالث المراكز هناك شوده مع الفيدي، لكن الله 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 الله، شوف المركز الثاني، ثاني المراكز هنا اللي واصله، هنا البريدي مع التزام زاهية والتزام، البريدي يا باي، يا ما شاء الله تبارك الرحمن، يا مالك التزام، الله سلام، يا مالك التزام، سلام لك يا عتيق بن فران بن عتيق البريدي، من حق يا
وتابع اللي وصل على المركز الثالث في هذه اللحظات. أرى الغدوم من قبل نسناس سالم بن عامر بن حمود بن سالم الحجري، من يقدم لنا انطلاقة شعاره ويقدم لنا نسناس أبناء السلطنة مع الفوز مع الانتصار. سلام تحية واحترام. مغادر عاد المنخس مع السلام مع انطلاقة ابو حمد يقدم لنا مغادر وصمود الابطال والاقوياء حتى خط النهاية. تهانينا والناموس لمالك مغادر راشد بن حمد بن متعب. على خطى غصايب، على خطى ورود وغيرها من الاسماء التي اشتهرت في عزبة بن جرحب، اثبات بن هدوان تحركت اثبات، طارت اثبات، حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان الغفرود يا السلام. والمركز الثالث هنا القادمة عالية محمد بن وليد بن محمد بن ابراهيم السيد، البداية مع اثبات بن هدوان على الصدارة على المركز الاول، براقة تتحرك على صعيد المركز الثاني، تصمد حتى الرمق الأخير لانتزاع الفوز والناموس، ولكن إثبات على المدرج الأول وبالرقم واحد تسير إلى الناموس. حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان الغفران ينتزع نقطة هذا الشوط الثمينة. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني. لكن السيد مع العفريت، السيد انطلق نحو الصدارة، السيد انفرد مع العفريت، العفريت يا السيد العفريت، محمد بن وليد بن محمد بن ابراهيم السيد مع المركز الاول مع العفريت. يا باي يا ما شاء الله، ايش هالحلا، ايش هالطلة يا مالك العفريت، يا باي يا ما شاء الله على هالانطلاقة على هذا الانفراد الأكثر من رائع. هنا محمد بن وليد بن محمد بن إبراهيم السيد محققا الشوط الأول الرئيسي للإنتاج. السلام السيد سلام، والسلام للعفريت سلام ثاني المراكز. والمركز الثالث يصل مع هذه اللحظات أول نداء، يصل لهب سعد بن سعود بن حمود بن شافي آل شافي، وأيضا هناك اللي على المركز الرابع أدهم عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. لكن أهل الخرسعة غادروا بالسلام، غادروا بالفوز بالناموس مع هملول، مع هملول فهد بن سيف بن محمد آل أبو سعيد الخيارين، من وضع الثقة بهذا الاسم العملاق لأطلق له العنان من لائحة الكيلو والنصف لما لديه من ثقة بقدرات هذا البطل، بقدرات هذا العملاق، وبقدرات المحتفل المحترف فهد بن سيف بن محمد آل أبو سعيد الخيارين، من يحتفل مع أبناء الخرسعة بهذا الناموس وهذا الانتصار. هنيئا لك. مع الخيارين يقدم لنا الهدة، فهد بن سيف بن محمد آل أبو سعيد الخيارين، ولكن انتصار بن جهويل وهنا بن انديلة يا باي ذكرى، ولكن الله انتصار ذكرى، لكن بن انديلة مع ذكرى علي بن محسن بن علي بن انديله، مع ذكرى بن انديله، لكن انتصار بن جهويل وذكرى بن انديله. الله ذكرى انتصار ذكرى بن انديله بن جهويل ولا بن انديله.